فينا بقى زي النهارده حصل ايه يا ست الكل؟ زي النهارده والنوستالجيا اللي احنا بنتكلم عنها وبنحبها. يوم 17 يناير بس عام 1947 كان مولد نجم الاهلي في سبعينيات القرن الماضي ابراهيم عبد الصمد، اللي بدا مشواره مع كره القدم بالنادي المصري القاهري. ده كان في سن كان عنده وقتها 15 سنه، انضم بعد كده للنادي الاهلي كان عام 1966 وتميز في مركز الجناح الايمن ولقب كمان بالجناح الطائر. هيقول لحضراتكم هو لعب مع جيل طبعا عظيم جدا، صالح سليم، طه اسماعيل، ميمي الشربيني، حسن حمدي، انور سلامه، عندك اسامي كتير، هاني مصطفى، محسن صالح طبعا، كابتن محمود الخطيب وزيزو وغيرهم. انضم لمنتخب مصر وكان من نجومه في كاس افريقيا عام 1970 واختير ضمن منتخب افريقيا. بعد الاعتزال بقى اتجه للتدريب في قطاع الناشئين بالاهلي والامارات وانديه غزل دمياط والمنيا وكفر الشيخ، وتولى قياده قطاع الناشئين بالاهلي. ده كان عام 1994. خلينا بقى نروح نشوف رسائل الجماهير الكابتن ابراهيم عبد الصمد في عيد ميلاده خلال التقرير الثاني، وبعدين هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. كابتن ابراهيم عبد الصمد، الوفاء كله للنادي الاهلي. انا عرفت النهارده كل عيد ميلادك، كل سنه وانت طيب، يعود عليك الايام بخير، ويا رب كده تبقى نصير دايما للنادي الاهلي وما نستغناش عنك في اي مجال من مجالات النادي الاهلي بيحتاجك فيها. كل سنه وانت طيب وربنا يديله طول العمر. وبعدين هو كان يعني من الناس اللي اثروا الكره المصريه بالخبرات، وكان لعيب فذ يعني. وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، ربنا يديك الصحه. كل الناس بتوع النادي الاهلي وخصوصا الكبار بيحملوا ليك كل حب وتقدير واحترام. كل سنه وانت طيب، وان شاء الله عقبال 100 سنه كمان وانت طيب. وانت كنت كابتن وبتاع هجوم وانسان محترم طول عمرك، هذا شيمة الاهلاويه. كل سنه وهو طيب، وهو كان طبعا لعيب كويس قوي، وجه هو اول ما طلع من اول مباراه والثانيه كانوا يكتبوا في الجرايد كده مولد نجم، كان مواعد قوي، احد اللاعبين المتميزين في الوينج رايت، ويمكن من اول الناس اللي كان بيلعب اوفر متقن، وكان ليه الفضل في انتصارات كثيره حققها النادي الاهلي وبطولات. والحقيقه كل المدربين اشادوا به، وكل اللعيبه الصغيره دلوقتي طبعا كلهم بيشتغلوا على نفس الطريقه اللي كان بيشتغل بيها كابتن ابراهيم عبد الصمد. الكابتن ابراهيم طبعا من انا بشوفه بسلم عليه واتشرف ان في لاعب زي ابراهيم عبد الصمد، مش مجامله، لا بينتمي للنادي الاهلي. فده ممكن ما يقال، وبكرر كل سنه هو طيب ونشوفه دايما كده في اسعد حال. نقول له كل سنه وانت طيب، وياما اسعدتنا بمباريات جميله وحلوه وحققت بطولات مع النادي الاهلي كتيره جدا، واحنا نتذكر لك يعني انك كنت مهاجم وجناح وكنت تسحب الفريق لقدام، ويعني عملت هجمات خطيره جدا وجبت منها اجوان. فاحنا بنقول لك كل سنه وانت طيب، وان شاء الله دايما بخير يا رب. كل سنه وانت طيب، وربنا يعود عليك الايام بالخير وعقبال 100 سنه، وربنا يهنيك زي ما امتعت الجمهور الاهلي في ايامك. وانا دلوقتي لما سمعت اسمك افتكرت الزمن الجميل ونجوم الزمن الجميل.